عندنا الآن الدرس الثالث، حل معادلات القيمة المطلقة ومتبايناتها. الآن خلينا نشوف هنا هذا المثال. هذا المثال حل مقدار جبري للقيمة المطلقة المعطاة باستخدام التعويض. يعني هون معطينا قيمة معطينا قيمة X، بس احنا علينا نعوض في هذه المسألة. فمنعوض قيمة X، بتصير عندي القيمة المطلقة 2 زائد 3 ناقص 8. هذا بالتعويض. القيمة المطلقة الآن 2 زائد 3، قيمة مطلقة للعدد 5 ناقص 8. قيمة مطلقة للخمسة عدد موجب، فالقيمة المطلقة هي نفس العدد 5 ناقص 8 وتساوي إيش؟ ناقص 3. تمام. الآن نشوف مثال ثاني أيضا بالتعويض. 10 ناقص القيمة المطلقة لخمسة ناقص 2 إكس، حيث أن إكس تساوي 7. الآن لما نعوض قيمة إكس 7، راح تصير عندي المعادلة 10 ناقص قيمة المطلقة لخمسة ناقص 2 إكس، هنعوض مكانها 7، 2 في 7، وبالتالي حيصير عندنا 10 ناقص قيمة مطلقة لخمسة ناقص 2 في 7 14. الآن 5 ناقص 14، ننتبه لعملية الطرح، وكله داخل القيمة المطلقة، لساتنا احنا محافظين على القيمة المطلقة. 5 ناقص 14 وايش؟ سالب 9. الآن المعادلة صارت عندي 10 ناقص القيمة المطلقة ناقص 9. الآن القيمة المطلقة ناقص 9 هي 9، وبالتالي بدنا نحافظ على الإشارات اللي في المعادلة. 10 ناقص، حكينا القيمة المطلقة للناقص 9 هي 9، وبالتالي 10 ناقص 9 الجواب عندي 1. الآن لو بدنا نشتغل على الأمثلة الموجودة هنا عندنا، الأمثلة الموجودة عندنا القيمة المطلقة معادلة عندي المثال الأول لإكس ناقص 2 زائد 10، حيث أن بالتعويض يعني نشتغل إذن الآن، لأن قيمة إكس معطاة هي سالب 4، وبالتالي تصير عندنا هذه إيش؟ عبارة عن إكس. الآن المعادلة عندنا القيمة المطلقة لإكس ناقص 2، حيث أن إكس ناقص 4، فتصير المعادلة عندي ناقص 4 ناقص 2، هذه القيمة المطلقة، زائد 10. إذا القيمة المطلقة لناقص 4 ناقص 2 زائد 10. الآن بدنا نحافظ على مين؟ على القيمة المطلقة. فالقيمة المطلقة لسالب 4 سالب 2 تساوي إيش؟ هذه تعطيني الآن سالب 4، صارت كأنها زائد سالب 2، صارت سالب القيمة المطلقة لسالب 6 زائد 10. تمام. الآن القيمة المطلقة لسالب 6 هي إيش؟ 6 زائد 10 وتساوي كامل إيش؟ 16. الآن المسألة الثانية، ننتبه هنا إنه ناقص 2 مضروبة في القيمة المطلقة، لا القيمة المطلقة 3x زائد 1، إذن سالب 2، سالب 2 مضروبة في القيمة المطلقة ل3x زائد 1، وبنعوض قيمة x سالب 1. الآن لازم نشتغل كل العمليات داخل القيمة المطلقة، بعدين بنطلع قيمتها النهائية. فإحنا هون حنحكي سالب 2 ضرب القيمة المطلقة لمين؟ ل3 ضرب سالب 1 زائد 1. طبعا هون ننتبه للقيمة المطلقة، إذن هي القيمة المطلقة هون، فإذا الآن عندنا ناقص 2 ضرب القيمة المطلقة ل3 ضرب سالب 1 ضرب سالب 1 زائد 1. الآن نيجي نحكي الآن ناقص 2 ضرب القيمة المطلقة سالب 3 ضرب سالب 1 بتعطيني سالب 3 زائد 1، هذا كله داخل القيمة المطلقة. الآن سالب 2 ضرب، نيجي بنحكي سالب 3 زائد 1 كم تساوي؟ تساوي سالب 2، فالقيمة المطلقة لسالب 2. الآن سالب 2 ضرب القيمة المطلقة لسالب 2، القيمة المطلقة لسالب 2 هي ايش؟ 2، فحيكون عندنا الآن سالب 2 ضرب القيمة المطلقة لسالب 2 هي 2.
وبالتالي سالب 2 ضرب 2 تساوي سالب 4. تمام. الآن معادلات القيمة المطلقة. معادلة القيمة المطلقة هي معادلة تحتوي على قيمة مطلقة. مهم هنا نطلع على هذه الملاحظات. أتذكر القيمة المطلقة العدد هي المسافة بين ذلك العدد والصفر على خط الأعداد. زي هاي. الآن مفهوم أساسي لحل المعادلة، هذه معادلة قيمة مطلقة لأنه هذه عبارة عن معادلة لها طرفين، طرف أيسر وطرف أيمن، فيها إشارة مساواة زي ما احنا شايفين هون. في إحدى الأطراف في قيمة مطلقة، هذه معادلة القيمة المطلقة، فهي القيمة المطلقة مثلا حاطط هو رموز هنا AX زائد B قيمة المطلقة تساوي C، فإحنا مطلوب منا نحل المعادلة يعني نوجد قيمة القيم المحتملة لX، حيث أن السي هذه قيمة أكبر أو تساوي صفر. إذن لازم تكون قيمة الطرف الأيمن أو الطرف الآخر لمعادلة القيمة المطلقة قيمتها أكبر أو تساوي صفر. وبالتالي حل المعادلة، حل المعادلة المرتبطة بها وهما حلها، إذن بحلها يكون عندي حل هذه المعادلة إما AX نفس ما داخل القيمة المطلقة، هي نفس ما داخل القيمة المطلقة، إما يساوي نفس السي أو ما داخل القيمة المطلقة يساوي سالب سي. إذن هذا هو حل معادلة القيمة المطلقة. القيمة المطلقة ما داخلها إما يساوي قيمة سي أو يساوي قيمة سالب سي. هذا هو يعني المفهوم الأساسي لحل معادلة القيمة المطلقة. الآن خلينا نروح لأحد الأمثلة. الآن عندي أحل كل من المعادلات الآتية وأمثل مجموعة الحل على خط الأعداد إن أمكن. الآن القيمة المطلقة، القيمة المطلقة عندي لا x ناقص 8 تساوي 2. خلينا نرجع للمفهوم الأساسي. هي هذه نفس الموجودة في المثال x ناقص 8، ال x كأنها مضروبة في اللي هو 1، 1 x، x ناقص 8 شو تساوي؟ تساوي 2. الآن نفس طريقة الحل اللي أعطانا إياها، ما داخل القيمة المطلقة يساوي c، ما داخل القيمة المطلقة يساوي سالب c، وزي ما حكينا انه سي اللي هي رقم 2 عندنا لازم يكون اكبر او يساوي صفر، فعليا 2 اكبر من صفر. الان ما داخل القيمه المطلقه اكس ناقص 8، وهون ما داخل القيمه المطلقه اكس ناقص 8، هذا الجزء هو سي اللي هو 2، وهذا سالب سي اللي هو ايش؟ سالب 2. وبالتالي الان هذا الجزء عشان نحل المعادله بنحكي زائد 8 من هذا الطرف، وهذا الجزء كمان زائد 8، وهذا الجزء زائد 8، هذا الجزء زائد 8. طبعا احنا لكل معادلة بنحلها لوحدها، يعني خلينا نحكي نحل كل معادلة لوحدها. نيجي بنحكي لهذا الجزء بنحكي زائد 8 هذا الطرف زائد 8 هذا الطرف ايضا، بصير عندي هنا بتروح 8، 2 زائد 8 بتصير 10، فاكس هون تساوي 10. الان هذا ايضا كمان نحكي زائد 8 لهذا الطرف زائد 8 لهذا الطرف، فبتصير تروح عندي هنا سالب 8 وهون سالب 2 زائد 8 بتعطيني 6، فإكس قيمتها 6 وإكس قيمتها 10. إذا مجموعة حل المعادلة هي الرقمين 6 و10، وتمثيلهما على خط الأعداد هما إيش؟ 6 و10. بنلاحظ إنه عندي على خط الأعداد المسافة 2 وحدة لكل واحد فيهم، المسافة عن إيش؟ عن 8 2 وحدة. تمام. الآن نحل هذه المعادلة. طريقة حل هذه المعادلة القيمة المطلقة، بدنا ننتبه هون لأطراف المعادلة. لازم نعالج أطراف المعادلة في البداية. فهون بلاحظ إنه عندي القيمة المطلقة مضروبة برقم 2، وفي عندي هذا الطرف في عندي زائد 10. تمام. فأول إشي إيش بتخلص؟ ما بتخلص من 2 عندي هون عشان أرجع لصيغة القيمة المطلقة، الصيغة اللي شفناها في المفهوم الأساسي. أنا بدي أوصل لصيغة القيمة المطلقة وأحل. فعشان أوصل لصيغة القيمة المطلقة لازم أول إشي أتخلص مش من الضرب، بتخلص من الجمع بالأول، فبالتالي راح أتخلص من العشرة. فبالتالي هذا الطرف بطرح منه 10، وهذا الطرف بطرح منه 10، وبالتالي حتروح عندي هذه العشرة، ويصير عندي الشكل المعادلة اللي هو 2 في القيمة المطلقة لإكس ناقص 4. هذا هو الشكل 2 إكس ناقص 4. هنا 16 ناقص 10 راح تعطيني 6.
الآن لازم أتخلص من اثنين عشان أوصل لصيغة القيمة المطلقة. بالقسمة على اثنين، بالقسمة على اثنين راح تروح عندي هذه اثنين تصير واحد، وبالسالب بيصير عندي القيمة المطلقة لـ x ناقص 4 تساوي 6 تقسيم 2 اللي هي 3. الآن ببدأ أحل، بكتب المعادلتين المرتبطات بالمعادلة، بكتب المعادلتين المرتبطات بمعادلة القيمة المطلقة هذه اللي وصلنا لها الآن الصيغة الأساسية. وبالتالي ما داخل القيمة المطلقة x ناقص 4 إيش يساوي؟ يساوي 3، و x ناقص 4 يساوي سالب c اللي هو سالب 3، ولاحظنا أنه 3 هي أكبر من 0. الآن هذا الطرف زائد 4 وهذا الطرف زائد 4 عشان نتخلص من هذه الأربعة، وبالتالي يصير عندنا x شو تساوي؟ تساوي 3 زائد 4 وهي 7، وهون زائد 4 وهذا الطرف زائد 4، نتخلص من سالب 4 وسالب 3 زائد 4 تعطيني 1. فإذا مجموعة الحل لهذه المعادلة هي 1 والسبعة. نلاحظ أنها بتبتعد مسافة متساوية حل المعادلة اللي هو 3 وحدات عن الأربعة، تمام، يعني عن الأربعة بتبتعد 3 وحدات. ممتاز. هذه المعادلة، هذا المثال، ما يعني من البداية بنقدر نحدد إنه مجموعة خالية، لا يوجد حل لهذه المعادلة. ليش؟ لأنه حكينا إنه الطرف هذا اليمين أو هذا الطرف المقابل لطرف القيمة المطلقة لازم يكون أكبر أو يساوي صفر، وهذا إيش؟ ليس أكبر أو يساوي صفر، ليس أكبر أو يساوي صفر، هذا أقل من صفر. فبالتالي لا يوجد حل لهذه المعادلة، وبالتالي مجموعة الحل هي إيش؟ مجموعة خالية. لما أشوف هنا على الطرف الآخر للقيمة المطلقة قيمة سالبة، فهذه المعادلة لا يوجد حل لها، وبالتالي مجموعة الحل لها هي المجموعة الخالية، لا يوجد حل للمعادلة. الآن خلينا نحل هذه الأمثلة، نشوف يعني مثال نحله. احنا الآن نشتغل على المعادلات مش على المتباينات. حل هذه المعادلة مباشرة، هذه سالب 10، لما أشوف هذا المثال سالب 10 هون هذا الطرف لا يوجد حل، إذا مجموعة الحل هي المجموعة الخالية لهذه المعادلة. مجموعة الحل هي المجموعة الخالية لهذه المعادلة، لا يوجد حل لهذه المعادلة اللي هو سي. الآن هذه المعادلة القيمة المطلقة لإكس ناقص 7 تساوي 5، 5 عدد أكبر من 0، إذا نقدر نحل هذه المعادلة. نيجي الآن نحكي إكس، معادلات المرتبطة بهذه المعادلة، مداخل القيمة المطلقة x ناقص 7 تساوي 5 و x ناقص 7 تساوي سالب 5. الآن من هذا الطرف زائد 7، من هذا الطرف زائد 7 x تساوي 12، ومن هذا الطرف زائد 7، فبتروح عندي 7 وزائد 7 سالب 5 زائد 7 هي عبارة، سالب 5 زائد 7 هي عبارة عن 7 سالب 5 أو ناقص 5 وتساوي إيش؟ 2. فإذا X تساوي 2، فمجموعة الحل لهذه المعادلة هي 2 و 12، ونقدر نتحقق منها. الآن مثال B أيضا بدنا نحله. الآن مثال B بنلاحظ هو عبارة عن 4 في القيمة المطلقة، ضرب القيمة المطلقة على 2x زائد 7 تساوي 16. الآن عشان أبدأ حل هذه المعادلة بالقيمة المطلقة لازم أرجعها لصيغة معادلة بالقيمة المطلقة القياسية، الصورة القياسية. فإذا لازم أقسم هذا الطرف، ما في عندي عمليات جمع، لو في عندي عمليات جمع في هذا الطرف لازم أتخلص من الجمع أو الطرح، يعني لازم، أنا هنا أقصد في الجمع جمع أو طرح، فأنا ما عندي، فبالتالي ما في شيء أتخلص منه إلا هذه الأربعة اللي هي إيش؟ مضروبة في القيمة المطلقة. فبقسم على 4 هذا الطرف وبقسم على 4، راح تعطيني القيمة المطلقة لـ 2x زائد 7 تساوي 16 تقسيم 4 4. الآن المعادلات المرتبطة مع هذه المعادلة هي 2x زائد 7 تساوي 4 و 2x زائد 7 تساوي سالب 4. تمام. الآن عشان خليني أحل كل معادلة لوحدها، هنا سالب 7 بتخلص من عمليات الجمع والطرح، سالب 7 وهون سالب 7،
وهون سالب 7 هذا الطرف، بصفي عندي 2 اكس تساوي 4 ناقص 7 بتعطيني 4 ناقص 7 بتعطيني ناقص 3، وبالتالي بالقسمة على 2 بالقسمة على 2 هذا الطرف راح يعطيني اكس تساوي سالب 3 على 2. اما الطرف الاخر او المعادلة المرتبطة الثانية هذه من الطرفين بنطرح 7 سالب 7 وسالب 7 راح تعطيني 2 اكس راح تروح سالب 7 اللي هون، عفوا 7 راح تروح هون مع السالب 7، وهون سالب 4 سالب 7 او ناقص 7 راح تعطيني سالب 11، وبالتالي بالقسمة على 2 بالقسمة على 2 اكس تساوي سالب 11 على 2. فإذا مجموعة الحل لهذه المعادلة هي سالب 3 على 2 وسالب 11 على 2. تمام؟ الآن متباينة القيمة المطلقة هي متباينة تحتوي على قيمة مطلقة، يعني احنا أول شيء اشتغلنا على معادلة الآن متباينة، يعني حيكون جوانب، يعني حيكون عندي طرفين وبينهم أكبر من أو أقل من. فمثلا القيمة المطلقة لا القيمة المطلقة لا القيمة المطلقة لإكس أقل أو تساوي 5 هي متباينة قيمة مطلقة، وتعني أن المسافة بين الإكس والصفر أقل من مسافة بين الإكس والصفر هي أقل من أو تساوي 5. لذا فإن حتكون عندي هون هي عبارة عن إكس أقل أو تساوي 5 وإكس أكبر أو يساوي سالب 5، وبالتالي هذا هو الصفر. إكس أقل من 5 أقل من 5 الآن متباين المرتبط معها الثاني هي إكس أكبر أو تساوي بنعكس الإشارة سالب 5، وبالتالي إكس أكبر تساوي سالب 5. تمام، وبذلك فإن مجموعة الحل لهذه المتباين هي الفترة المغلقة، لأنه في إشارة مساواة بين السالب 5 والخمسة. وبشكل عام يمكن تحويل متباينة القيمة المطلقة التي تحتوي على الرمز أقل إلى متباينة مركبة تحتوي على أداة الربط و، تمام، ثم حل المتباينة المركبة الناتجة. الآن لحل المتباينة القيمة المطلقة لحل متباينة القيمة المطلقة عندي هون قيمة مطلقة لـ AX زائد B تمام أقل من C، حيث أن C أكبر، انتبه أن C أكبر من صفر. أحل المتباينة المركبة المرتبطة بها وهي AX AX مداخل القيمة المطلقة زائد B أقل من C وأكبر من سالب C، أو اللي هو حكينا قبل شوي اللي هي كأنها نفسها AX زائد B أقل من C، هذه إيش متباينات المرتبطة معها، أو AX زائد B أكبر من سالب C. وزي ما حكينا هون إنه يمكن تحويلها إلى متباينة مركبة تحتوي أداة الربط و، تمام، وبالتالي بتصير عندي AX زائد B ما داخل متباينة أقل من C أو أك أو و وأكبر و، عفوا AX زائد B ما داخل متباينة AX زائد B أقل من C وأكبر من سالب C. تبقى القاعدة صحيحة إذا احتوت المتباين على إشارة المساواة. تمام، خلينا نشوف هذا المثال وننهي الفيديو. أحل كل المتباينات الآتية ومثل مجموعة الحل: القيمة المطلقة لX زائد 5 أقل من 9، وبالتالي نيجي إحنا هون نحلها. القيمة المطلقة لX زائد 5 فهي عبارة عن X زائد 5 ما داخل القيمة المطلقة أقل من 9 وأكبر، هذا ما داخلها أكبر من سالب 9. الآن نشتغل على عملية الجمع، هذا زائد 5 شو بنحكي؟ سالب 5 من الأطراف كلها، سالب 5 من كل الأطراف، ناقص 5 ناقص 5 وناقص 5. السلام عليكم. وناقص 5 من هذا الطرف. الآن طبعا هذه زائد 5 ناقص 5 راح تروح عندي، راح يصير عندي هذا الطرف ناقص 9 ناقص 5 ناقص 5 راح يعطيني ناقص 14، وهذا الطرف عندي 9 ناقص 5 راح تعطيني 4، فبالتالي حيكون عندي x أقل من 4
وأكبر من سالب 14، وبالتالي رح يكون عندي الحل عندي على هذه الفترة على صورة إيش عندي هاي الفترة القيمة المحصورة بين قيمة، طبعا فترة مفتوحة رح يكون عندي لأنه ما عندي إشارة مساواة، رح تعطيني اللي هي من سالب 14 لـ 4، فترة مفتوحة. وهذا هو إيش حل المتباين، ويمكن تمثيل على خط الأعداد بهذه الصورة الموضحة لدينا. هذا حل هذه المتباينة. بالبداية لازم نوصل للصورة القياسية. كيف نوصل للصورة القياسية؟ عندنا هون سالب 2 وعندي هون القيمة المطلقة مضروبة بسالب 4. لازم نتخلص من أول إشي من عمليات الجمع والطرح. فهون زائد 2 لهذا الطرف زائد 2 لهذا الطرف، راح تصير عندي سالب 4 في القيمة المطلقة لإكس زائد 3 أكبر أو يساوي كم؟ 8. الآن شو بدنا نعمل؟ بدنا نتخلص من هذه السالب 4، هذه مضروبة في القيمة المطلقة، هذه مضروبة في القيمة المطلقة، فبالتالي نتخلص لأنها ضرب، نتخلص منها بالقسمة، تقسيم سالب 4 تقسيم سالب 4. لكن ننتبه كوننا ضرب، لما نضرب متباينة بإشارة سالبة بعدد بإشارة سالبة أو عدد سالب، عفوا نضرب المتباينة بعدد سالب أو نقسمه على عدد سالب، لازم نعكس الإشارة، لازم نعكس إشارة الأكبر من أو أصغر من، فلازم نعكس إشارة الأكبر من أو أصغر من، فبالتالي هاي بتصير 1، وبالتالي بيصير عندي شكل المتباينة القيمة المطلقة لإكس زائد 3. فالإشارة الآن هي الآن حاليا القيمة المطلقة لإكس زائد 3 كانت أكبر أو تساوي، الآن حتصير نعكسها كوننا قسمنا على عدد سالب، أقل أو تساوي 8 تقسيم سالب 4 راح تعطيني سالب 2. الآن المعادلات المرتبطة بهذه المتباينة هي مداخل القيمة المطلقة إكس زائد 3 أقل أو يساوي سالب 2، وخلينا نحل هذا الجزء، خلينا نحكي هون تقسيم 3 عفوا ناقص 3 ناقص 3، فإكس أقل أو تساوي سالب 5 لأنه ناقص 2 ناقص 3 ناقص 5، فهذا الجزء الأول. الآن المتباين الثاني عندي اللي بتنتج عندي اللي هي إكس، أو خلينا نحل بالطريقة اللي هي مرتبطة بإشارة و. المتباين المرتبطة حتكون عندي إكس، عشان نحلها كلها مع بعض، زائد 3 مالها أقل أو تساوي سالب 2 وأكبر أو تساوي احنا هون نوقف حل في هذا، لانه هذا الجزء عندنا لازم يكون اكبر من صفر، وبالتالي مجرد ما وصلنا لهذا الجزء اصلا انا لو كملت حل راح يبين مع الخطا، يعني مستحيل راح الان تكون اكبر او يساوي 2 سالب السالب 2 2، فهذا الكلام خطا، يعني في عندي خطا في مستحيل هذه تكون القيمه اقل من سالب 2 واكبر من 2، فبالتالي ما حيكون في عندي حل مشترك بينهم، وبالتالي كون مباشرة أول ما ألاقي حكينا هذا الطرف سالب 2، يعني هذا الطرف لازم يكون إيش ماله أكبر من صفر، وبالتالي لا يوجد حل لهذه المتباينة، مجموعة الحل هذه المتباينة هي خالية، مجموعة الخالية لا يوجد حل لهذه المتباينة. الله يعطيكم العافية.